بص، هو هنا يعني نماذج، لكن هتلاقي الناس مع ذلك مع كل هذه المناقشات فيقول لك لا، انا هحاول الاقي حلول لمشاكلي او اشوف المجهول القادم ده من خلال الفنجان الكوتشينا، او يروح للمهندس محمد بكلامه ده وتصميمه ده ويقول لك اقسم بالله وانا عندي كل حاجه في الكف، فيقول لك اما خلي الراجل ده يشوف. يعني ممكن حتى بعد المناقشه دي فالناس يقول لك لا، ده بيشوف كل حاجه في الكف. يعني ازاي اقنع الناس ان ده وهم مش كل حاجة، وخزعبلات مش يعني كل، أنا ما قلتش كل ودجل حاجة. وشعوذه؟ طيب، هو الأستاذ عادل، محمد، الأستاذ محمد، آسف، مش مهندس محمد بقى طالما في مهندس البترول، يعني محمد نور الدين. المهندس محمد هو بس اتكلم في نقطتين عاوز أفسرهم سريعا في القرآن الكريم. النقطة الأولى إنه قال إن المنفي في علم الناس بالغيب هو الغيب بالألف واللام، إنما غيب لوحدها كده نكرة، ده ممكن أي حد يعرفه. أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة، كلمة الغيب دائما في القرآن الكريم بتأتي حينما يكون الحديث موجه إلى الناس، بمعنى لما ربنا يحب يقول للناس أنتم لا تعلمون، يقول أنتم لا تعلمون الغيب. لما ربنا يتكلم عن نفسه تيجي كلمة غيب بدون ألف ولام، زي مثلا إيه، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة إلى آخر الآية، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. لما ربنا نسب الغيب لنفسه جات الغيب بدون ألف ولام. طيب ليه؟ خلينا في صميم أنا الموضوع. بس عشان دي مهمة أوي للمشاهد، يعني الغيب بالألف واللام لما يكون الحديث موجه للإنسان، لأن كل إنسان له غيب غير الإنسان الآخر. اللي هو الغيب أنا أقول لك النسبي. بس خلينا أكمل، أكمل بس، غير يعني الغيب بالنسبة لك الغيب النسبي ممكن يكون مشاهد بالنسبة لواحد تاني، اهو كده صح كده؟ يعلمه لا، البعض ما هو الغيب بالنسبة لك ويجهله ممكن يكون البعض. غيب واقعي، يعني الآن أنت في الاستوديو دلوقتي لا تعلم إيه اللي جنبك في الأوضة التانية، مظبوط، فاللي في الأوضة التانية بالنسبة لك دلوقتي إيه؟ حاضر، غايب، صح؟ غايب. لا، غايب هو بالنسبة لك بالنسبة لأنك له ما أنتش، حاضر. اسمعني بس أكمل كلام بس عشان خلينا المشاهد في عمق بس لا، الأمر، ما هو عشان ده كده مهم، أنا هطلع في تفصيل وما ده عنديش مهم. الوقت. بس إنما ربنا سبحانه وتعالى ليس عنده غيب، ليس عنده طبعا مكان معروف ومكان مش معروف، يعلم السر عشان وأخفى. كده بيقول غيب السماوات والأرض، لأن أنت عندك غيب طيب وعندك مشاهد، الوقت، إنما خليني ربنا بس في ما الموضوع عندوش غيب نظر خالص. بس، هل أنا أمام الحاجة دجل التانية، وشعوذة ولا علم كما يدعي لا، يعني؟ نحن أمام دجل وشعوذة، لأنه لو كان هذا العلم كان أحق به النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح كان يا شيخ أحق بهذا العلم النبي. ولما ربنا ينفي عن حضرة النبي علم الغيب جدا. وهو من هو عند المولى عز وجل، يبقى مش معقول ربنا هيمنع النبي أو يحرم النبي من هذا العلم ويديه لبني آدم تاني مهما هيديه كان المهندس قدر محمد هذا البني يعني؟ طب آدم، مش معلش، معقول. ممكن اتدخل هنا؟ بس أخلص لما الإجابة. الرسول عليه الصلاه والسلام قال انا مدينه العلم وعلي بابها، هو باب مدينه العلم ما كانش عنده؟ ما كانش عنده إيه؟ ده الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعرف كل حاجه، بس مش كل حاجه مصرح بيها، ما انت يتتقالش في وقتها يا شيخ منظر. طب بس استنى يا استاذ محمد، لان انت واضح انك انت بتخلط النصوص ما انا ببعضها. ما بخلطش. شوف حضرتك، هو ايه علاقه، انتوا بتقولوا يا شعوذه في سيدي كل يا حاجه، سيدي اكمل بس الكف يا استاذ، مختلف عن الباقي. يا استاذ محمد اكمل بس فكرتي. هو لما سيدنا النبي يقول انا مدينه العلم وعلي بابها، هل ده ليه الباب علاقه ده بي؟ وراه يا سيدي اكمل بس بعد اذنك، سيبه يكمل، وراه علم. المقاطعه دي لا هي في اتفضل صالحك ولا هي في صالحي، اتفضل. ولا في صالح الاستاذ طب وائل. اتفضل اتفضل، انا هو والله عندي 5 دقايق هو عشان لما مكالمات بس. لما النبي يقول انا مدينه العلم وعلي بابها، ايه علاقه ده بالغيب؟ ده انا عندي ايات صريحه في القران الكريم الرسول بيقول فيها ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. اصل مدينه العلم دي مليانه يا علم. سيدي الكريم، مدينه العلم ده حديث تفسره بمزاجك انت على انه غيب، وانا اجي في ايه قرانيه صريحه علم واضحه مش غيب، بتنفي الغيب عن الرسول، بقول نفسه ما مدينة يعرفش العلم الغيب. يعني دلوقتي احنا لو مليانة علم. يعني اصدقك واكذب القران يا اخي؟ القران بيقول للنبي ما لا انت لا يمكن تعلم اكذب الغيب، القران. يعني احنا تلك من انباء لو الغيب جبنا لك كف نوحيها اخص اليك. الارهابيين يعني هتقدر تعرف منهم ونقدر بقى نعالج القضيه لا و... مش لا يعني مهندس، لو خدناك على اعرف الاكسجون. اعرف ده كان ايه حياته بالظبط من كفه. طب تاخد كفاله وتشوف. لا دي مساله ثانيه. لا استنى يا استاذ انت وائل، عارف اللي جاي. لا دي مساله، انا ما استنى بعرفش استنى يا استاذ وائل، استنى. مش عارف. لو يعلم الماضي بتاع الانسان يبقى معاه جن، الجن يقول له ايه اللي حصل لمظهر من 10 سنين الماضي. معيش جن يا استاذ اسمعني، وائل. لو انا اصدقك اذا قلت انك تعلم الماضي، لان الماضي ليس غيبا، ليس غيبا لا بالنسبه للجن ولا بالنسبه لحد تاني. ممكن افسر، ممكن مراتي تقول لك على حاجات حصلت لي ممكن افسر، محدش يعرفها الا هي، افسر بس يبقى ده غيب. انا لا اعرف امس من اليوم من الغد. ليه يا الله؟ انت قلت للراجل ليه هيجي لك قلب؟ انت عندك كن فيكون الله عز وجل هو يعني ممكن ولا ايه؟ يقول لي انا جالي القلب فعلا، ممكن
ممكن. طب ما هو يبقى ممكن، يبقى ممكن كده انت بتلعب على الناس. لا مش لعب، بتبيع لهم. هو جاي له. طب ما انا ممكن اقول لك انت، انت ممكن يجي لك كذا وكذا. لا ما يجيلكش. القلب الوحيد اللي موجود في الكف. وقلت الراجل هتطلع الكلام ده خطير. يقول لك انا، انا بالنسبه له الزمن لا فيه امس ولا يوم ولا غد. مش ده مش هذا لا يكون الا في حق الله فقط. صحيح. الكف ربنا وحده اللي ما عرفش امس ولا حاضر ولا مستقبل. أيوه. انما انت عندك ماضي وحاضر ومستقبل يا استاذ. اذا انت بتلعب الماضي ام عجل لمده 8 سنين ممكن تبقى وقعت او هتوقع. انا ما اعرفش امتى. وممكن يبقى فيه جن شاف الراجل ده كشف عن الدكتور. انا معيش جن. استاذ محمد وعنده القلب ويقول لك ده عنده القلب. معيش جن. محمود من الجيزه. استاذ محمود اتفضل.